حسابكم الله. تقول: أنا طالبة في المدرسة، إذا دخلت المسجد وكانت جماعة من النساء تصلي، هل يجب أن ألتحق بهن؟ وهل علي إثم إذا صليت وحدي لأني أخشع أكثر بتلك الصفة؟ وهل صحيح أنه لا تجوز الصلاة منفردة إذا كانت توجد جماعة نساء؟ الجماعة من خصائص، وجوب الجماعة من خصائص الرجال، وأما النساء فإنه لا وجوب عليهن، لا تجب عليهن صلاة الجماعة. لا يجوز لك أن تصلي منفردة، أو يصلي بعضكن يعني جماعات أو جماعة واحدة، الأمر واسع في هذا في حق النساء. نعم. فإن أنست من نفسها خشوعا أكثر إذا انفردت؟ إذا كان في صلاتها وحدها مصلحة ظاهرة فإنها تنفرد. نعم.